بنعود لحضراتكم مرة أخرى، واسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي سيادة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ خالد، وبرحب بحضرتك وفريق العمل وكل السادة المشاهدين. يعني الحقيقة يهمني في البداية سيادة اللواء أن أنا أشرح للمشاهد طبيعة عمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل مبسط. تمام. الحقيقة طبعا احنا موضوعنا الرئيسي يعني هو الموضوع الهام، هو التعداد الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. ان شاء الله يعني بعد ما ندي مقدمة عن دور وطبيعة عمل الجهاز هنتكلم عن التعداد الاقتصادي، تعريفه واهميته ودوره في رسم الخريطة الاقتصادية لجمهورية مصر العربية. الحقيقة يعني زي ما حضرتك ذكرت، طبعا يهمني ان انا في عجالة اتكلم عن الدور اللي بيقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على المستوى الوطني. الحقيقة حضرتك تعلم تماما ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو المصدر الرسمي والرئيسي للبيانات والإحصاءات الرسمية الحقيقة في كافة المجالات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية. ودي بتساعد أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات في التخطيط الحقيقة ورسم السياسات واتخاذ القرارات لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع. في ضوء ذلك يا أستاذ خالد، الجهاز بيصدر أكثر من 220 إصدار بدوريات مختلفة، منها الشهري والربع سنوي، منها السنوي وكل عامين، وفي كل 5 أعوام زي التعداد الاقتصادي اللي احنا بصدده النهاردة، بالإضافة لتعدادات السكان واللي بتتم كل 10 سنوات. الحقيقة قبل ما هتعرض لهذه الأبحاث أو نماذج منها، خليني زي ما سيادتك طلبت نستعرض سويا كده الوضع السكاني الحالي في جمهورية مصر العربية لأهمية هذا الموضوع، وإن الدولة كلها الحقيقة بتتكلم عن السكان والمشكلة السكانية. صحيح. الحقيقة الوضع السكاني الحالي في مصر، يعني عايز أقول لحضرتك احنا تعداد سكان مصر النهاردة الاربع دلوقتي وصلنا 106 مليون وحوالي 50,650 نسمة. المليون 106 ده يا أستاذ خالد اتحقق في 250 يوم، بزيادة حوالي 17 يوم عن فترة الوصول للمليون 105. ده الحقيقة نسبة كبيرة جدا، مؤشر إيجابي. يعني الرقم الزيادة 17، لكن هو الحقيقة مؤشر إيجابي بيعني انخفاض في أعداد المواليد. طب لو بصينا كأرقام بقى للجهاز وكلمنا عن عدد المواليد في مصر في 2023، هنلاقي ان احنا وصلنا الى 2,044,000 مولود. ده مقارنة بحوالي 2,193,000 مولود في 2022، يعني عندي انخفاض حوالي 150,000 مولود. يعني انا مصر بتزيد تقريبا ما يزيد عن 2 مليون، يتحفظ. يعني مصر بتزيد تقريبا 2 مليون كل سنه واكتر، كل سنه بالظبط كده يعني. ولكن احنا في انخفاض، وهقول لحضرتك يعني احنا عندنا انخفاض النهارده اهو او في 23 حوالي 150,000 مولود. طب لو انا بصيت للرقم 2,044,000 يا استاذ خالد، ده بيعني ايه؟ بيعني ان احنا عندنا متوسط تقريبا حوالي 5,600 مولود يوميا.
يعني عندي ما يقرب من 235 مولود كل ساعة، تقريبا عندي 4 مولود كل دقيقة. يعني في النهاية احنا في جمهورية مصر العربية بنستقبل مولود كل 15 ثانية تقريبا. ليك بقى انك انت تعرف تأثير هذا العدد طبعا على الدولة المصرية من احتياجات ومن ومن تعليم وصحة وكل حاجة. صحيح. وانا هنا لازم يعني اؤكد مره تانية إيه بقى يعني، يعني معلش سياده اللواء، لازم اؤكد مره تانية على اللي احنا قلناه قبل كده، ان هذا الامر يحتاج الى تدخل سريع. 2 مليون ده ممكن يبقوا دولتين عدد سكانهم مش 2 مليون، لما مصر تزيد سنويا 2 مليون ده ليه ابعاد كثيره جدا، اقتصاديه ومعيشيه وامنيه واشياء ده كثيره جدا. ده الدوله هنشكر طبعا زي ما حضرتك قلت يعني. لكن انا عايز اقول لحضرتك عشان يعني من يعني لازم يكون في شيء من التفاؤل مبني على برضو ارقام وعلى ابحاث سمت يعني. احنا الحقيقه في تراجع في اعداد المواليد في اخر 5 سنوات، وده طبعا بيعكس جهود الدوله لمواجهه الزياده السكانيه. اللي اظهر الكلام ده ايه يا استاذ خالد؟ نتائج مسح صحه الاسره المصريه اللي كانت اهم مؤشراته انخفاض معدلات الانجاب في مصر للسيده في المرحله العمريه بتاعتها للانجاب من 3.5 طفل لكل سيده في 2014 الى الحقيقه الى 2.8 طفل في 2021. هذا المعدل وصل ل معدل الانجاب يعني وصل ل 2.7 طفل لكل سيده في 2022. الحقيقه على الرغم من التراجع ده الا ان عدد المواليد الحاليه اللي بيتجاوز 2 مليون مولود زي ما حضرتك قلت من شويه ده بيمثل تحدي كبير جدا في شتى المجالات اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وبيستنزف كتير من موارد الدولة، يقف عائق أمام جهود الدولة المستمرة الحقيقة لرفع مستوى المعيشة المواطن والأسرة المصرية. صحيح، أنا أتفق مع سيادتك تماما. عايز أقول لحضرتك يعني مستويات الإنجاب الحالية دي بتؤدي إليه اللي هو 2.7، عشان نعرف تأثيرها على الدولة وعلى المستقبل. 2.7 طفل معدل إنجاب لكل سيدة بيوصل سكان مصر في 2030 ل 117 مليون نسمة. الأدهى بقى في 2050 هيوصل عدد سكان مصر ل 157 مليون نسمة. هيبقى عندي زيادة أكتر من 40 مليون، ده تعداد مش عايز أقول لك أكتر من 15 دولة سواء دول عربية أو دول آسيوية أو دول في بعض دول أمريكا الجنوبية. صحيح. طيب لو انخفضت مستويات الإنجاب يا أستاذ خالد للمستهدف اللي الدولة عايزاه خلال الفترة الحالية على الأقل يعني ل 2.1 طفل لكل سيدة يعني في معدل الإنجاب، ده هيوصلنا الحقيقة على الأقل في 2050 هنوصل ل 144 مليون نسمة. يعني هيكون في انخفاض حوالي 13 مليون نسمة شعب طبعا تاني. ليك انك انت تقول ان ال 13 مليون نسمة دول ده عدد مش اقل من 4 أو 5 دول. يعني اسمح لي هنتقل برضو لبحث مهم جدا. لا هنا معلش يا فندم، مرتبط برضو قبل ما ننتقل يا سيادة اللواء المواليد قبل ما ننتقل معلش اسمح لي
هنا بقى أكيد دراسة بهذا الشكل الجهاز بينقلها إلى كل الوزارات المعنية كل في شأنه عشان يعني ندرس مع بعض آليات العمل من أجل الحد من الزيادة السكانية. بالظبط كده، وتأكيدا لكلامك، الحقيقة أن كل البيانات دي وخاصة بيانات مصح صحة الأسرة المصرية تم الاعتماد عليها بشكل كبير جدا في المؤتمر العالمي للصحة والسكان اللي حضره السيد رئيس الجمهورية. كل البيانات دي استخدمتها الحقيقة أجهزة الدولة في مقدمتها وزارة التخطيط وجميع الوزارات في الإعداد للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اللي هو الحقيقة هيهتم بخصائص الأسرة المصرية، فده طبعا كلام مهم جدا يعني. عظيم جدا. ننتقل بقى إلى الملف الأهم وهو الدراسات أو الأبحاث الاقتصادية اللي الجهاز قام بيها واللي أعتقد إن مش بس الدولة هتستفيد منها، لا أيضا القطاع الخاص ممكن يستفيد منها. خليني برضو يعني إذا كان وقت حضرتك يسمح، وإحنا الحقيقة كنا متفقين على كده، عشان بس نظهر الحقيقة الدور اللي بيقوم بيه الجهاز على المستوى الوطني، لأن أنا عايز من خلال برنامج حضرتك ومن خلال الإعلام المصري العظيم أن يظهر الدور اللي بيقوم بيه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كجهة رسمية وكجهة مهمة جدا في داخل الدولة المصرية، اعتمادا على المقولة اللي بتقول ان لا تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون بيانات. واحنا الحقيقة كجهاز احنا قلعة الاحصاءات وقلعة البيانات في جمهورية مصر العربية. انا الحقيقة في بحث النتائج بتاعته مبشرة على غير العادة، وهو بحث او نشط الزواج والطلاق. الحقيقة احنا في مؤشرات ايجابية جدا، انخفضت معدلات الطلاق في 2023 بنسبة 12%، ولأول مرة هذه النسبة يتم تحقيقها من فترة كبيرة جدا. عظيم. بلغت حالات الطلاق اللي هي اشهادات الطلاق يعني، وكان لازم نقول الكلام ده عشان المجتمع يحس ان في اجراءات الدولة خدتها وما زالت الدولة بتعد القانون للأحوال الشخصية، وده هيساعد أكتر على الحد من حالات الطلاق. احنا وصلنا في 23 ل 238 ألف حالة أو إشهاد الطلاق في مقابل 270 ألف حالة في العام السابق 2022. منهم حوالي 10,000 أحكام طلاق، لأن اللي فات كانت إشهادات ودي أحكام طلاق. الحقيقة كانت الملحوظة بس اللي في أحكام الطلاق إن في حوالي من 10,000 حوالي 8,000 أحكام بسبب الخلع، والحقيقة دي ظاهرة لابد من إن احنا يعني تبقى تحت الدراسة الحقيقة يعني. لا هنا هقف ست لو اسمح لي معلش، يعني هنا سيادتك بتقول لي انه الخلع لوحده 8,000 حالة، 8,000 زوجة خلعت زوجها عام 2023. ايوه بالظبط. ولكن المعدل العام نزل على فكرة، قلت عن السنة اللي فاتت. المعدل العام نزل في كله، سواء اشهادات طلاق من 238 ألف حالة من 269 ألف حالة ل 238، وأحكام طلاق قلت من 11 ألف وشوية إلى 10,000، أحكام الخلع قلت من 9,000 وشوية إلى 8,000. ولسه برضو عايز أطمن حضرتك إن شاء الله بالانتهاء من مشروع أو قانون الأحوال الشخصية اللي السيادة الرئيس أمر بالانتهاء منه سريعا، والحقيقة وزارة العدل قايمة بمجهود كبير جدا بالتعاون مع كل الجهات المسؤولة، الحقيقة ده هيكون لي دور كبير جدا في حل أو وضع وفاق أو عشان خاطر نقلل حالات الطلاق.
عظيم جدا. عند سيادتك اضافه في هذه النقطه ولا ننتقل للناحيه الاقتصاديه؟ الجانب الاخر بقى اذا كنت عايز تكتفي بهذا القدر، احنا عندنا يعني نموذجين لبحوث بينفذها الجهاز في منتهى الاهميه. اتفضل. اذا سمحت لي اتكلم عنها بعد الزواج والطلاق. اتفضل. وهو في بحث بعد الزواج والطلاق اللي هو الدخل والانفاق والاستهلاك وبحث القوى العامله. عظيم. عايز اقول لحضرتك ان بحث القوى العامله ده بيعتبر المصدر الرئيسي لبيانات التشغيل والتعطل ومؤشرات سوق العمل في جمهورية مصر العربية. احنا من خلاله بنقيس حجم قوة العمل، بنقيس مستوى التشغيل في الدولة حتى مستوى المحافظات، بنقيس مستوى البطالة في الدولة ايضا. وعايز اطمنك يا استاذ خالد، يمكن احنا لسه ما اعلناش نتائج بحث القوى العاملة عن 23، لكن عايز اقول لحضرتك النتائج الاولية بتقول ان معدلات البطالة انخفضت ووصلت الى 7% في 2023 مقابل 7.2% في 2022. والحقيقة دي حاجة كويسة جدا تحسب للدولة، ويمكن السبب في كده كم المشاريع القومية اللي الدولة بتنفذها خلال الفترة السابقة، وده ساعد على استيعاب عدد كبير من العماله. معلش يا سياده اللواء لازم اقف هنا واسال طبعاً حضرتك. اسمح لي هسال حضرتك في النقطه دي يا سياده اللواء. طبعا انا بعتقد وممكن حضرتك تصحح لي تقول لي بس اليات بنقدر نعرف منها كيف وصلنا الى هذه النتائج، لان انا وجهه نظري ان نسبه البطاله الحقيقيه اقل من ذلك، يعني بالتاكيد هناك ناس بتعمل دون عقود عمل. وبالتأكيد في ناس لها يوميات مباشرة بشكل عرفي جرى عليه العرف في بلدنا بتشتغل، لكن مش موجودة في سجلات رسمية. فما هي الآليات التي يعتمد عليها الجهاز في أن احنا نخرج بهذه النسبة المعلنة؟ الحقيقة احنا عندنا بيانات في منتهى الدقة من بحث القوى العاملة. احنا بنحصر يا أستاذ خالد أو بنرصد العمالة في القطاع الحكومي، في القطاع العام والعمال العام، بنرصد العمالة في القطاع الخاص بشقي الرسمي والغير رسمي. الأهم من كده ان احنا بنرصد العمالة خارج المنشآت اللي هم حضرتك بتتكلم عنهم زي عمال التشييد والبناء اللي قاعدين على الرصيف الميادين، زي الراجل اللي ماشي بعربيه سوري بطاطا او ذره، صح، زي سواق التوك توك. الحقيقه هذه المهن احنا بنرصدها لانها كلها عماله خارج المنشآت، ودي عماله تعتبر للاسف عماله هشه، دي عماله غير منتظمه. وكان في توجيهات رئاسيه قريبه جدا بتكليفات لرئاسة الوزراء والوزارات المختصة والجهاز المركزي من ضمن هذه الجهات بالحصر لهذه العمالة الغير منتظمة لتقنين أوضاعها وإيجاد الحلول لدمجها مع العمالة المنتظمة داخل الدولة. عظيم جدا. هدخل بقى على الدراسة الاقتصادية اللي حضراتكم عملتوها، لأن أنا يعني مهتم بيها جدا، وهترك لحضرتك المجال تشرح لنا أهم الخطوط العريضة في هذه البيانات الاقتصادية. تمام. اللي أنا بعتقد أنه كل الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص هيستفيد منها. التعداد الاقتصادي. صحيح. تمام. الحقيقة يعني أنا عايز أقول لحضرتك برجوعنا بقى للموضوع الرئيسي اللي كلمنا عنه في الأول، وهو التعداد الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، والمشروع ده اللي بيتم زي ما حضرتك ذكرت كل 5 سنوات. السؤال اللي أنا هجاوب عليه سؤال هقسمه لثلاث أجزاء لأنه سؤال مهم جدا. احنا بنتكلم في ما هو التعداد الاقتصادي، أهمية التعداد الاقتصادي، الدور الحقيقة اللي بيقوم به التعداد الاقتصادي للرسم
الخريطة الاقتصادية لجمهورية مصر العربية. لو عرفنا التعداد الاقتصادي يا أستاذ خالد، نقدر نقول إن هو عبارة عن حصر لكافة المنشآت الاقتصادية على مستوى الجمهورية في كافة القطاعات. نتكلم على القطاع العام، قطاع العمال العام، القطاع الخاص، القطاع التعاوني، الجمعيات والمؤسسات الأهلية. الهدف إن احنا بنعد قاعدة بيانات شاملة عن خصائص ومقومات الأنشطة الاقتصادية. الحقيقة بنتكلم في قاعدة البيانات الشاملة دي عن المشتغلين وعددهم، الأجور، الإنتاج، مستلزمات الإنتاج، الأصول الثابتة، القيمة المضافة، الفرص الاستثمارية. عظيم. التعداد ده بيتم عن سنة، فترة زمنية عبارة عن سنة مالية للقطاع العام والعمال العام، وسنة ميلادية للقطاع الخاص. زي ما قلت لحضرتك، أو حضرتك ذكرت في الأول، إن التعداد بيتم كل 5 سنوات. آخر تعداد كان في 17-18. التعداد الحالي هو التعداد السادس في تعدادات مصر من سنة ما بدأت في التسعينيات. الدولة الحقيقة دلوقتي بتفكر إنها تنفذ هذا التعداد كل سنتين لأهمية البيانات. صحيح. وده كان الحقيقة توجه من معالي دولة رئيس الوزراء والدكتورة هالة وزيرة التخطيط لأهمية بيانات التعداد. عظيم. التعداد ده طبعا الحقيقة لتاني مرة في مصر بيتنفذ بالنظام الإلكتروني باستخدام التابلت بالإضافة للسمارة الورقية. عايز أقول لحضرتك إن ده بيوفر لنا وقت، وبيوفر لنا جهد، وبيوفر لنا سرعة في دقة واستخراج البيانات. والأهم من ده كله الحقيقة هو حوكمة العمل الميداني من خلال هذا الاستخدام للتابلت. عظيم. أهميته إيه بقى يا أستاذ خالد؟ أهمية التعداد، قاعدة البيانات التفصيلية اللي هيوفرها التعداد اللي قلت لحضرتك عليها في الفقرة اللي فاتت، هذه القاعدة هتسهم في دعم جهود الدولة في الآتي: أولاً، تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال طبعا التعرف على خصائص هذه المشروعات اللي هي متمثله بقى في حجم العماله، حجم راس المال، حجم وقيمه المبيعات، واستخدام التكنولوجيا. الاهم بقى هو الوقوف على المصاعب والمعوقات اللي بتواجهه هذا القطاع، يعني سواء كانت هذه المصاعب مشاكل في تدريب العماله، مشاكل في التسويق، مشاكل في المنافسة سواء كانت محلية أو أجنبية، اللي هي معوقات لعمل هذه المشروعات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. عظيم جدا. لازم يعني عشان التانية. لو سيادتك تسمح لي معلش عشان الوقت، لأن عندي أسئلة يعني كثيرة. فضل. ممكن تدينا بس أهم 5 مؤشرات حضرتك بترى أنهم هم الأهم في هذا الاستطلاع أو في هذا الاستبيان؟ إيه أهم 5 نقاط لفتوا نظر سيادتك في أهمية التعداد؟ يعني احنا بنتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي حصر القطاع الاقتصادي الغير رسمي. أيوة. في الدولة، ودي الحقيقة مشكلة كبيرة موجودة. صحيح. وبس عايز اعرف سيادتك، القطاع الاقتصادي الخاص الغير رسمي، مع يعني تعريفه بسرعه كده، يعني وهو عباره عن وحدات انتاجيه بتمارس النشاط الاقتصادي سواء صناعي او زراعي او تجاري او خدمي، وليس لها اي تسجيل تجاري، او بتمارس عمل بدون ترخيص، او لا تحمل اي شكل قانوني. طب ليه احنا بقى يا استاذ خالد لاهميه هذا الموضوع احنا بنرصد القطاع الاقتصادي الغير رسمي؟
لأربع خمس نقط مهمين جدا. أول نقطة إن إحنا عايزين نعرف حجمه وحجم العمالة فيه والأنشطة اللي مسيطر عليها. الحاجة التانية عايزين نحط الضوابط لجودة السلع والخدمات المنتجة. أنت عارف إن حضرتك عارف إن معظم منشآت القطاع الغير رسمي هي منشآت يعني اللي تحت بير السلم. صحيح. عايزين نحط الحلول لمشكلة الضرائب والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي للمنشآت ولجميع العاملين في هذا القطاع. نقطة بقى مهمة الحقيقة وهو موضوع حجم مش عايز أقول يعني التهرب الضريبي، لأن هذا الموضوع مهم جدا. وأنا هنا يعني يحضرني كان في توجيهات للقيادة السياسية في أحد الاجتماعات أو المؤتمرات لحل مشكلة القطاع الاقتصادي الغير رسمي وخاصة موضوع الضرائب، وطرح ان ممكن يبقى في فترة اعفاء ضريبي لا تقل عن 5 سنوات لتصحيح وتوفيق اوضاع الشركات والمنشآت اللي هي في القطاع الاقتصادي الغير رسمي. وياريت ان شاء الله الجهات المعنية تاخد بهذا التوجه وتحللنا هذه المشكلة، واحنا في نهاية التعداد هنطلع النتائج هنقول القطاع الاقتصادي الغير رسمي حجمه قد ايه في مصر وايه المطلوب ليه عشان ندمجه. يمكن يكون ده اهم نتيجه ان شاء الله. اعتقد ان دي اهم نتيجه احنا بننتظرها ست لواء، وهتكون نتيجه هامه جدا في ضوء المعطيات اللي حضرتك بتقولها. تبقى لي سؤالين جداً. لو حضرتك سمحت لي، السؤال الاول متعلق بحجم الصادرات والواردات عام 2023، ويهمنا نعرف هل رصدتم يعني حجم معين او ارتفاع او انخفاض للصادرات والواردات في عام 23؟ وانا يعني عايز اقول لحضرتك على نقطة طبعا مهمة قبل ما انتقل للصادرات والواردات، يعني لان احنا بننفذ دلوقتي التعداد الاقتصادي وموجودين في الميدان يا استاذ خالد، وعايز من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج ومن خلال الإعلام المصري أنا عايز أوجه رسالة للسادة أصحاب المنشآت والأعمال. عايز أقول لهم إيه المردود من التعداد الاقتصادي عليهم على أصحاب الأعمال والمنشآت، وعايز أقول لهم إيه المطلوب من حضراتكم عشان تساعدونا في العمل خلال الفترة اللي احنا فيها. اولا العائد والمردود على اصحاب الاعمال والمنشآت، وده مهم جدا عشان بس الناس تعاوننا في العمل الميداني. وانا معلش طالب هذا الكلام من ان حضرتك تدعمنا في كده. لا صحيح، عند حضرتك حق. العائد هو الاتي، انا بقول لهم ان احنا هنوفر لكم بيانات عن الفرص الاستثمارية من خلال التعرف على أنسب الأماكن في المحافظات لإقامة مشروعات. على سبيل المثال أنا ممكن يعني منطقة زي منطقة غزل المحلة فيها صناعة غزل ونسيج، ممكن تبقى الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة هو إقامة منشآت تمارس صناعة الملابس الجاهزة. أيضا ممكن أقيم مشروعات جديدة لأنشطة قائمة بالفعل ولكنها لا تلبي حاجة المجتمع. ده اللي بقوله للسادة أصحاب الأعمال والمنشآت. لا، وأنا بتفق مع سيادتك تماما في هذه أنا بتفق مع سيادتك تماما في هذه المناشدة، وأعتقد أن الإعلام لازم يقوم بدوره أيضا في هذه التوعية. أنا بس عشان الوقت سؤالي عن الصادرات والواردات. ده اللي بتمناه. صحيح. عندي بيان بيقول أنه بلغ حجم احنا الحقيقة في الصادرات والواردات. اتفضل سيد. احنا الحقيقه يعني في الصادرات والواردات احنا قبل الـ يعني المشكله الاقتصاديه العالم كله بيعانيها بسبب التحديات اللي موجوده،
احنا كنا كان طبعا السيد الرئيس كان قال بيستهدف ان تبقى صادرات مصر ان شاء الله 100 مليار دولار. احنا كنا وصلنا في 2022 الى 51 او 52.2 مليار دولار صادرات مصرية، وكانت الحقيقة يعني طفرة في الصادرات المصرية بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. الحقيقة نتيجة الظروف اللي بيمر بيها العالم والحركة التجارة وحركة السفن وحركة قناة السويس يمكن قلت شوية صادرات، وصلت في 2023 إلى في حدود تقريبا 46 أو 47 سواء كانت صادرات بترولية أو سلعية، ولكن في ظل الظروف دي احنا بنعتبرها حاجة هايلة، حاجة كويسة جدا، ونتمنى ان شاء الله مع عودة الاوضاع ان شاء الله الى الاستقرار ان احنا نحقق المستهدف من الصادرات المصرية. عايز اقول لك برضو يا استاذ خالد ان في المقابل الواردات المصرية قلت خلال الفترة اللي فاتت من حاجة و90 مليار الى حاجة و80 مليار، وده يحسب طبعا للدولة المصرية، وده يعني ان في انتاج لبعض الواردات اللي الدولة استغنت عنها عشان توفيرا للعملة الصعبة. طيب اخر سؤال وانا بشكر حضرتك على ساعة الصدر، يعني كلنا متعودين على المبنى الشهير لجهاز التعبئة العامة والإحصاء وعليه الساعة السكانية الشهيرة دايما واحنا رايحين المطار حتى بنبص عليه، هل انتقلتم الى العاصمة الإدارية الجديدة ام ما زال المقر يعمل في شارع العروبة؟ احنا الحقيقة يعني بناء على مطلبنا احنا طلبنا ان احنا طبعا ننتقل، والحقيقة دولة رئيس مجلس الوزراء صدق بمبنى للجهاز وجاري الاعداد لي، ولكن عشان نساير الركب ونكون موجودين مع الحكومة المصرية ونمشي مع التطور الهائل في مراكز البيانات اللي موجودة في العاصمة الإدارية تم تخصيص 2 دور للجهاز للانتقال المؤقت لحين الانتهاء من المبنى المخصص للجهاز إن شاء الله، وهننفذ أول ما ينتهي العمل. لكن إحنا شخصيا لنا يوميا 50 من السادة الموظفين موجودين كل يوم هناك، أنا شخصيا بروح من 1 إلى 2 يوم كل أسبوع لمتابعة العمل هناك ومتابعة العمل هنا، وإن شاء الله عشان نمشي ونساير الركب والتقدم الموجود في هذه العاصمة العظيمة. عظيم سيادة اللواء، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة، وكل التحية والتقدير لكل العاملين في هذا الجهاز اللي عملوا بيستفيد منه المجتمع المصري كله. اللواء خيرة بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.